هل يجوز للعم تزويج ابنة أخيه إذا كان أبوها مسافرا سفرا بعيدا، وإذا كان لابد من أخذ موافقة الأب فهل يكفي في ذلك المهاتفة بالهاتف أو البرقية؟ أفيدونا أفادكم الله. حق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم ابنها ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب، ويجوز للولي الأقرب أن يوكل غيره، بل يجوز أن يوكل من غير الأقارب. التوكيل من الولي لتزويج موليته جائز، وكذلك توكيله من يتزوج له ويعقد له على امرأة هذا أيضا جائز. التوكيل جائز في الإسلام، فإذا وكل من يزوج ابنته فالوكالة صحيحة والوكيل يقوم مقامه سواء كان في البلد أو كان غائبا. أما التوكيل بالمهاتفة ومجرد الكلام فهذا لا يكفي، إلا إذا ثبت ذلك بشهود أنه وكل غيره، إذا ثبت بالبينة أنه وكل غيره فلا بأس بذلك. أما مجرد أن يدعي أنه وكيل فهذا لا يكفي، والعقود اليوم أغلب ما تكون عند المأذونين أو في المحاكم، فلا بد أن يكون مع الوكيل وثيقة تثبت أنه وكيل عن غيره. نعم. بارك الله فيكم. الحقيقة هنا لمحت في سؤال السائل أن والد الفتاة قد يكون مسافرا سفرا بعيدا، فهل يصح لو لم يستطيعوا أن يتصلوا به ويأخذوا منه وكالة، هل يصح لعمها أو لأخيها الأكبر تزويجها؟ في هذه الحالة إذا كان الولي الأقرب من له الولاية غائبا غيبة منقطعة يراجع القاضي في هذا، المرجع في هذا إلى القاضي، فلا يبتون بأمر إلا عند القاضي. نعم. بارك الله فيكم. والقاضي ينقل الوكالة، ينقل الولاية إلى من يستحقها. نعم. أثابكم الله. إنما التساهل في هذه الأمور لا ينبغي. التساهل في هذه الأمور لا يجوز أبدا. نعم.